السلام عليكم. جيت انا بالحضور ديالي نشارك مع الناس يعني اللي مغاربه، كنا مغاربه، جيت نناضل معاهم. كنتمنى هاد الاصوات هاد الناس اللي ضاربين تماره كل شيء حل هاد الشيء. حضرنا حنايا كساكنه ديال الدوار سيد الخادر، الزنقه 11 والزنقه 12 13 14. عندنا الخيط ديال الضو اللي كيعطي للدوار الضو دايز عندنا فوق الزنق مباشره، ودابا راه تشعر حيت قدام بسبب التهالك ديالو كيضرب عندنا الضو في الحيط في الزنق. تقدمنا بشكايات بالنسبه لليديك، بالنسبه للرئيس ديال المقاطعه ديالنا ديال الحي الحسني، وليديك رفضت التدخل بانها ما عندهاش شي سند قانوني باش تعاود لنا اعاده الامداد بالكهرباء بطريقه امنه. ما خلينا فين مشينا، درنا احتجاجات قدام الجماعه قدام العماله، مشينا عند السيد القائد وتا شي واحد ما بغى يجي عندنا. ودابا الساكنه راه كيضرب عندها الضو والحياه ديالها مهدده، وكنطالبوا السلطات المعنيه بالتدخل لانقاذ ارواح الناس من الموت المحقق في شهر رمضان المبارك. تحيه لجميع ضمائر الحياه. احنا جينا هنا اليوم كنجسدوا الشكل النضالي للمدافع عن المعتقلين والنشطاء اللي كيندوا بالعيش الكريم والعداله الاجتماعيه والحريه. وكما كنعرفوا بان الحسيمه راه كتعيش واحد الاكراهات منذ عقود، يعني منذ المجاهد محمد بن عبد الكريم الخطابي الى يومنا هذا. اليوم احنا جينا كنقولوا باننا راه حنا كندعموهم الدعم المعنوي والدعم من ناحيه الاشكال النضاليه، وكنتمناو بصراحه العباره ان يتم خروج جميع المعتقلين من سجون. واليوم راه كتبت في المحكمه ديال استئناف في هذه الساعه وفي هذه اللحظه اللي حنا فيها في الليل، راه كيتحاكموا الرفاق ديال الحسيمه المعتقلين كاملين. واخر رساله لجميع الضمائر الحيه، بارك من سكات، بارك من سكات. الوقفه كتجي في اطار السلسله ديال الوقفات والاحتجاجات اللي كيخرج فيها الشعب المغربي ضد الحقره وضد الفساد وضد التهميش، واللي كتخرج ايضا في اطار التضامن مع الساكنه الشجاعه ديال الريف الصامت ديال الاحرار، اللي اليوم فعلا راه كانت تقمعات المسيره النسائيه ديالهم. وهذه الوقفه في مدينه الدار البيضاء ايضا كتجي في اطار التنديد بالمحاكمات وبالاعتقالات التعسفيه وما يحدث الان يعني بالنسبه للشعب الريف. معتقلين ديال الريف الان كيتحاكموا في المحكمه ديال هذا عند الوكيل، ومازال كنتسناو نتائج. ما عرفتش اشنو خرج، اشنو المستجد قبيله، كان شي حاجه راه ما سمعتش. اليوم هنايا بيان سيغ الوقفه كانت، علاش كانت؟ كانت بدا بروميارمون التضامن مع الناس الصامدين، الاشقاء ديالنا، خوتنا مغاربه كلنا الشمال اللي باقين الى حدود اللحظه هذه تيتعرضوا حتى هما، يعني القمع من اجل المطالب بسيطه جدا. الوقفه كانت اليوم كذلك من يعني من اجل المطالبه بالافراج على جميع المساجين، على جميع يعني على جميع السجناء الراي تتسمى، يعني السجناء السياسيين هذوك اولا واخيرا، يعني بيان سيغ بسهم واجده. دونك الوقفه هذه كانت اول حاجه من اجل التضامن مع الساكنه ومن اجل التنديد والمطالبه بالافراج الفوري ديال جميع الناس المعتقلين، وكذلك من اجل التنديد بالاوضاع اللي المغاربه كلهم اليوم تيعيشوا، حيت الظروف اللي خرجوا على قبل الناس ديال الريف راه كاينه هنايا عندنا في كازا، كاين كذلك عندنا في الرباط، كاين هذيك الظروف كاينه هي في المغرب كامل. دونك حنايا هنا اليوم الوقفة كانت من أجل الحقرة أولا وأخيرا. شكرا لكم.